ابن الروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا بركة الرب ونعمة الآن وكل آوان ولا دهر الدهور كل آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة أيام الصوم المقدس ربيع الحياة الروحية وفترة الحصاد لنا كلنا، ببقى فرحان خالص إن أنا قدس أبونا رفائيل يكلمني كل فترة صوم من التضاع وإن أنا أكون موجود. ببقى فرحان إن أنا آجي أخد بركة الكنيسة وبركة الآباء الأجلاء، قدس أبونا بشوي وقدس أبونا رفائيل وقدس أبونا سحا، ربنا يخليهم لينا يا رب دايما ونتمتع ببركة صلواتهم عننا. الموضوع زي ما ذكر قدس أبونا سحا إنه المحبة والولاء للوطن كشركة ألام المسيح. في الحقيقة كلنا بنتابع الأخبار اللي حاصلة في مصر واللي حاصلة في الشرق الأوسط عموما، وكلنا عارفين إن احنا كأقباط بنعاني من الحاجات اللي حاصلة معانا والاضطهاد اللي حاصل. لكن في الحقيقة دوت بيبين سمو المسيحية، درس عملي بعيد عن الشعارات وبعيد عن الكلام المزين، ولكن حاجة واقع إن احنا بنتألم وبالرغم من الألم اللي بنعاني منه لكن بنحب إيه؟ بنحب وطننا وبنحب أرضنا. فاللي بيتابع يعني سواء اللي حصل السنة دي بس مع كنيسة القديسين في الإسكندرية أو كنيسة الشاهدين امبارح والنهاردة في صول أطفيح تبع حلوان، أو اللي حصل في كنيسة ماري جرجس في العريش، أو اللي حصل مع قدس أبونا المتنيح أبونا داود بطرس، أو اللي حصل الناس اللي استشهدوا في القطر واللي أصيبوا، يبقى حاسس بالمشاعر إن احنا أول حاجة بنحس بيها إن احنا جسد واحد، أعضاء في جسد المسيح. فالحاجات دي مش مجرد انها حاصلة في مصر لكن بتجرحنا وبتألمنا زي الناس اللي في مصر بالظبط، لان احنا شركاء في الجسد، وان كان عضو بيتألم بتتألم معه باقي الاعضاء. لكن سمو المسيحية والتعاليم السامية اللي احنا حتى سمعناها في الانجيل الليلة دي بتورينا ان احنا مش بنتعامل بالمثل، مش بنتعامل بالمثل. واللي احنا بنقراه في كتابنا المقدس بنشوفه معاش، زي ما ذكر القديس بولس الرسول في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس اصحاح 4، قال ايه؟ نشتم فايه؟ فنبارك. يفترى علينا فنحتمل. وما نسمع كلام افتراء كتير. نضطهد فنعظ، لأن الاضطهاد ده نفسه اللي حاصل علينا هو نفسه عز. ومكتوب عن إلهنا وربنا إنه كان يشتم فلا يشتم عوضا، كان يشتم فلا يشتم عوضا. واللي بنقراه في الكتاب المقدس انه طوبى لكم اذا طردوكم، ها بنشوف ناس بتطرد من بيوتها وناس بتتاخد حاجتها. ذكر عنها القديس بولس الرسول في رسالة العبرانيين اصحاح 11، قال قابلوا سلب أموالهم بفرح.
قابلوا سلب أموالهم بفرح. ما خبيش عليكم إن كل ده مش مستغرب. يعني لو ربنا كان وعدنا وجايلنا على حاجة تانية وفوجئنا إن اللي حاصل مش هو اللي جالنا عليه، كانت تبقى غريبة خالص. لكن من الأول جالنا سبق وإيه؟ وأخبرتكم. أنا من الأول أديني قايل لكم علشان لما يحصل ما تتعبوش، ما يبقاش مفاجأة بالنسبة لكم، ولكن تبقوا معدين نفسكم ليه. ودوت البارادوكس، البارادوكس يعني المتقابلات، حاجة تبان كأنها إيه؟ عكس التانية. بالرغم من كل المعاناة دي لكن بنحب إيه؟ بنحب مصر. فنلاقي معاملة مش كويسة لكن ما نقدرش نتعامل بنفس الأسلوب. ليه احنا بنحب الوطن ايا كان الوطن اللي احنا بنعيش فيه، امريكا او مصر او اي مكان؟ لان دي طبيعة اولاد الله، هم اولاد الله دايما صالحين وخيرين، بيعملوا الخير في اي مكان يتواجدوا فيه. لانه مكتوب عن الهنا انه كان يقول يصنع خير، واحنا اولاده، فالاولاد بيشابهوا ابوهم، فكان يقول يصنع خير. اللي يتابع مننا في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح نهايه اصحاح 8 وبدايه اصحاح 9، في نهاية إصحاح 8 رب المجد يسوع كان بيوبخ اليهود وقال لهم ما تقولوش إن أبونا إبراهيم، لو كنت أولاد إبراهيم كنتوا تعملوا إيه؟ أعمال إبراهيم، لكن أنتم من أب هو إبليس، وهو كان قتالا للناس منذ البدء، وهو كذاب وأبو الكذاب، وأبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. فقالوا له أنت ما كملتش 50 سنة عمر وشفت أبونا إبراهيم؟ قال لهم ده قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فلما قال كده قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، دي بصريح العبارة عن أنا الله، لأن أنا كائن. I am ego in me، ده اسم من أسماء ربنا. أنا كائن، لأن حتى لما تلاقوها في الإنجليش يقول before إبراهام، تبقى في الجرامر كده إيه؟ I was. لا، ده قال لهم before إبراهام I am، لأنه فوق الزمن، ما عندوش ماضي وحاضر وإيه؟ ومستقبل. فلما قال لهم كده إيه كان رد الفعل بتاع اليهود؟ أخذوا حجارة عشان يعمل إيه؟ يرجموه. وهو عشان ساعته لم تكن قد جاءت بعد، فعبر وسطهم كده واختفى عنه ومشي. بعد ما مشي عمل إيه؟ فت عنين المولود أعمى. فهم في ثورة وهو في هدوء، هم بيحاولوا انهم يقتلوه وهو بيدور عشان يعمل ايه؟ يعمل خير. اولاد ربنا كده، اولاد ربنا كده. فالتعامل اللي احنا بنتعامل بيه، اللي بيعاملونا بيه، ما يقبلوهش هم على نفسه، ما يقبلوش ان يحصل معاه. لكن احنا ربنا قال ان هارسلكم كحملان وسط ذئاب، فما تستغربش، لانه شفت ذئب
بياكل برسيم؟ ما فيش. شفت حمل كده ماسك له عضمايه؟ فالحمل ليه ايه؟ ليه صفات، والذئب ليه ايه؟ ليه صفات. طب ليه اولاد ربنا عندهم محبه وولاء لوطنهم؟ لان دي رسالتنا. رسالتنا ازاي؟ ربنا ارسلنا بمسؤوليه. ايه المسؤوليه اللي علينا؟ ان احنا ملح للارض، والملح هو اللي بيدي الطعام المذاق بتاعه، فدي مسؤوليه عليه. الله ارسلنا كنور للعالم، وبناخد نورنا منين؟ منه، لان هو نور العالم، هو النور الحقيقي. والإنسان المسيحي موجود في أي مكان مش بيمثل نفسه، بيمثل رب المجد يسوع. إن يذكر القديس بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية بيقول إذا نسعى كسفراء عن المسيح، وفي نفس الإصحاح يكمل ويقول وخدمتنا خدمة إيه؟ المصالحة. خدمتنا خدمة المصالحة. ليه ولاد ربنا بيحبوا وطنهم ودايما يعملوا لأجل خيره؟ لأن احنا رائحة المسيح الزكي، رائحة المسيح الزكي. وبنفرق ما بين الناس وأعمالهم عشان يبقى الأمور واضحة. إحنا بنكره بعض الأمور اللي حادثة منه، نكره العمل، لكن ما نكرهش إيه؟ ما نكرهش الأشخاص. ففرق ما بين الفعل والفاعل. وليه بنقول كده؟ لأنه ممكن نتيجة كل الحاجات اللي لما لا تحصل معانا تخلي الواحد مننا من تكرارها يعمل إيه؟ يتضايق ويقول لك، تسمعها مرات من بعض الناس يقول لك أنا فاض بي، وإيه اللي حاصل ده؟ لا، إحنا بنكره العمل لكن ما نكرهش الشخص. وده اللي بيعمله ربنا وإلهنا. الله يكره الخطية لكن الله يحب الخاطئ، الله يحب الخاطئ. فده اللي بيخلينا ان احنا عندنا استعداد ان احنا نسامح، وان احنا ما نتعاملش بالمثل. وده اللي بيخلي عندنا الاستعداد ان احنا بالرغم من كل اللي بيحصل ما نتغيرش ونفضل نعمل الخير. ليه؟ لانه زي ما قلت لحضراتكم متوقعينه، رب المجد قال لنا لو كنتم من العالم لكان العالم يحبكم، لان العالم يحب خاصته. والقديس بطرس الرسول يقول لنا لا تستغربوا، ما تستغربش اللي حاصل، لا تستغربوا البلوى المحرقة الحادثة بينكم، لامتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب. والقديس بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل تسالونيك إصحاح 3 يقول كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات، فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا، فلا يتزعزع أحد في هذه الضيقات، لأن احنا عارفين أنها
تحصل معه. رب المجد يسوع كان بيصلب وبيعمل ايه؟ ويغفر لصالبيه. اول كلمه ذكرها على الصليب المقدس، يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. واولاده على مر الدهور بيعملوا نفس الحال. تلاقيها في اعمال الرسل اصحاح 7، اول الشهداء في المسيحيه، أول واحد يكلل بإكليل الشهادة، وهو معنى اسمه إكليل القديس استفانوس. قال له يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. ده بيقول وقت ما الحجارة نازلة وبتكسر في جسمه، قال له يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. أنا فيش حقد، مفيش كراهية، ولا مثلا حب انتقام، ده مش في ولاد ربنا. القديس يعقوب اسقف اورشليم ابن خالة رب المجد بالجسد قال نفس الحاجة لما رموه من فوق الهيكل ونزل عليه بالحجارة برضه، قال لي يا رب لا تحسب لهم هذه الخطية. فشركة آلام ولكن في محبة وولاء، في محبة وولاء، ويعملوا لخير المكان اللي هم موجودين فيه. فدول أولاد ربنا خيرين مثمرين، المكان اللي اتوجدوا فيه خلوه أفضل، لأن دي الرسالة اللي جه بيها رب المجد في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 10 عدد 10، أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. فدايما ولاد ربنا يكونوا بيعملوا بالنعمة والقوة اللي اداها لهم ربنا للأفضل. ليه عندنا ولاء ومحبة لوطن؟ لأنه عارفين أنه ده وطننا، وعارفين حضارته وتاريخه والبركة اللي فيه، عارفين الحضارة والتاريخ والكتاب المقدس لما اتكلم عن مصر من أكتر بلد اتكلم عنها بعد إسرائيل، وإزاي مصر اتباركت بأبونا إبراهيم وسار، وإزاي مصر اتباركت بيوسف الصديق لما اخواته باعوه وكان متباع عبد ولكن امين، امين مع فطيفار المصري في بيته، وامين في السجن مع المساجين وفي تفسير احلامهم، وامين مع فرعون، امين في وقت المجاعه، أمين مع أبوه، أمين مع أخواته اللي باعوه، لأنه أمين مع إله. وأولاد ربنا عندهم الأمان، وكنا بنسمعها شهادة من الغريب، يقول يشهد لك الغريب لا فمك. كان الإنسان القبطي لما كانوا يسألون حاجة مثلا في شغل ولا في مدرسة ويقول لك صدقني، يقول له أنا عارف أنت أول ما تقول صدقني يبقى الكلام بتاعك صدق على طول. علشان كده تلاقيهم كانوا في أغلب الأجيال هم اللي ماسكين الحسابات والمالية، وعارفينهم أن دول إيه؟ أمناء.
فتباركت مصر بأبونا إبراهيم يوسف الصديق أبونا يعقوب وكل آباء الأصباط لما نزلوا مصر. مصر دي اللي اتولد فيها موسى النبي وهارون الكاهن ومريم النبي ويشوع اللي دخل الشعب أرض الموعد. ومصر دي اللي ربنا ادى فيها الوصايا للبشر، لان لما ادى الوصايا اداها على جبل سينا، جبل حوريب، جبل الله، جبل سانت كاترين. اول مره يتعامل الفصح اتعمل فين؟ اتعمل في مصر في التاريخ يعني. ومصر دي اللي اتباركت بأرميا النبي، واللي اتباركت أكتر وأكتر بمجيء رب المجد نفسه مع العائلة المقدسة، مع الست الطاهرة العذراء ويوسف النجار وذكر كده في سفر هوشع إصحاح 11 عدد 2 من مصر دعوة ابن وتجول في مصر كده رب المجد قبل ما يبتدي الخدمة الجهارية بتاعته في إسرائيل. حطم أوثان مصر زي ما الإصحاح اللي كلكم قرأتوه كتير ومشهور سفر أشعياء إصحاح 19 يقول الرب آت إلى مصر على سحابة سريعة فترتجف أوثان مصر ويذوب قلب مصر داخل اتأسست الكنيسة اللي مذكور عنها في نفس الإصحاح 19 يكون في ذلك اليوم يكون للرب مذبح وسط أرض مصر. وحسب كثير من المفسرين يقولوا ده المذبح بتاع الكنيسة الأثرية اللي في الدير المحر، لأن ده الحجر اللي كان بيقعد عليه رب المجد، قعد في المكان أكتر من 3 سنين. وتقام فيه القداسات على مدار السنة إلا 3 أيام، الاثنين والثلاث والأربع في البصخة المقدس، لكن كل يوم فيه قداس. مسبح للرب في أرض مصر وعمودا عند تخومها ماري مرقص اسكندرية. فما نستغربش حتى بالشهداء اللي استشهدوا في الكنيسة في اسكندرية، لأن أبونا استشهد في اسكندرية في شوارع اسكندرية ماري مرقص. يقول ويعرف المصريون الرب ويجدوا متقدمة وينزروا نزور ويوفوا، مشهورين بالنزور ويوفوا لأن ده شعب الله مبارك، شعبي مصر مبارك، شعبي مصر. فعارفين عن وطننا في الكتاب المقدس وفي التاريخ الكنيسة. كنيستنا من أقدم الكنائس، مرتبطين بالكنيسة وبالأديرة. أغلب الأماكن اللي في مصر ارتوت بدماء الشهداء. أحد الآباء الأساقفة مرة كان رايح مكان من الأماكن اللي معروف إنها تخضبت بدماء الشهداء،
فجاء من بعيد كده من مسافة وراح خلع الشوز بتاعته. عادة واحد بيخلع الشوز لما يجي داخل الكنيسة داخل الهيكل، لكن ده كان ماشي في الطريق، فاللي حواليه كده فكروا انه يعني سيدنا مش واخد بال، فقال له ده لسه يا سيدنا. فقال لهم لا، دي الارض اللي احنا ماشيين عليها ده ارض ايه؟ ارض مقدسة، ارض طاهرة. لما تقرأ عن أخميم وازاي من الشهداء دم الشهداء نزل كده كمجرى، ولما تقرأ عن إسنة وكل أهل البلد استشهدوا وعارفين الثلاث شهداء الثلاثة الفلاحين اللي كانوا راجعين، ونجادة حتى كانت مشهورة يقول لك نجادة بلد الصوم والعبادة، ولا أتريب ولا الأشمونين، فهتتكلم على إيه ولا إيه؟ الأراضي تقدست. مصر دي اللي حفظت الإيمان اللي في العالم مع القديس أثناسيوس الرسول، هو يعني حامل إيمان مش للمصريين فقط، ده الكل. ومصر اللي قدمت الرهبنة للعالم، فكل ما تشوف راهب ولا راهبة الواحد يفتكر أنبا أنطونيوس. واللي محافظة على الإيمان في نقاوته، ودي المسؤولية اللي عليه. فبنتألم، الشيطان بيحاول إن يكرهنا بس ما يحصلش، أو يخلينا الواحد يقول لك إيه يعني I give up. أبدا، لأن أجدادنا مروا باللي احنا بنمر بيه وأكتر. العذابات اللي كانوا بيمروا بيها وما ننساش وعد ربنا، انت مبارك شعب مصر ويفضل حافظ كنيسته. فبنصلي كمسيحيين لأجل مصر كلها، أقباط ومسلمين، وبنطلب سلامها، ومسؤولية علينا ان احنا بنطلب لأجل المسؤولين والحكام، علشان ربنا هو اللي يرشدهم، اللي يرشدهم اللي يكون فيه الخير للكل. فأولاد ربنا عندهم محبة وعندهم ولاء وانتماء بالرغم من كل الصعاب والمتاعب اللي تواجهه. وديت علينا هوم وورك، ادور كده على مصر في الكتاب المقدس. فارتبط اكتر كمان، وابقى مشغول حتى في الصلاة لأجل مصر. مرات ناس من ولاد ربنا الواحد منهم بيحب انه لما بيصلي كده تبقى قدامه حاجة للكرة الأرضية كلها، عشان يبقى داء في بال الإنسان باستمرار.
وما دام ده الهوم ورك بتاعنا اديكم هينتس كده. في اصحاحات كامله تتكلم عن مصر. اخر اصحاحات في سفر التكوين. واول اصحاحات لغايه 14 كده في ايه؟ في سفر الخروج. اصحاح 19 و20 في سفر اشعياء. اصحاح 46 في سفر ارميا. اصحاحات 29 و30 و31 و32 في سفر حزقيال. والاصحاح الاول في انجيل معلمنا مات. الاصحاحات اللي اتكلمت عنها في العهد القديم دي بالكامل، ده غير الحاجات اللي هي على مدار الاسفار والاصحاحات. وكأقباط محتاجين ان احنا نبقى عارفين عن بلادنا اكتر واكتر. فمعروف ان مصر دي من اولاد مين؟ في اولاد نوح، حام، لأن سام هو جد أبونا إبراهيم، فسام أبو العرب واليهود، وحام اللي منه مصرايم وجت منه مصر وفيها كوش والسودان. هي السودان كانت جزء من مصر حتى في الكتاب المقدس، لما يذكر حدود مصر في الكتاب المقدس حدودها للحبش. مصر ليها أكثر من اسم في الكتاب المقدس، اسمها رهب، نقراها في المزامير ونقراها في أكثر من مكان، بس سامحوني مرات الواحد ما ياخدش باله فيعمل ايه؟ يقلب عنها، مش واخد باله. ورهب في اللغة العبرية يعني عاصفة، أقول لك اسم يطلق على إيه؟ على مصر. وشيحور، شيحور يذكر على إيه؟ على نهر النيل ويذكر على مصر، فيقول عنها أرض حام، مصرايم، شيحور، رهب. لكن احنا اللي كنا اولاد حام صرنا اولاد ابراهيم، لان ابونا ابراهيم ابو المؤمنين. والقديس يوحنا المعمدان قال الله قادر ان يقيم من هذه الحجاره اولادا لابراهيم. والقديس يوحنا ذهبي الفم يقول بالفعل الله أقام من الحجارة أولادا لإبراهيم. ولو كنت عايز دليل على كده امشي في الصحاري بتاعت مصر. ده كلام القديس يوحنا ذهبي الفم، يقول هتسمع الحجارة بتسبح. اللي هم مين؟ الآباء الرهبان. طب ويعني ايه الحجاره تسبح؟ يقول لك ما دول كانوا حجاره لانهم كانوا امم، والله نزع القلب الحجري واعطى قلب ايه؟ قلب لحم. فدي اسماء لمصر، نبقى عارفين المدن بتاعت مصر في الكتاب المقدس. يقول ارض جاسان، صدقوني كنت بشوفها هنا في امريكا، في شارع كنت امر عليه كده اقول ايه؟ جوشن. كنت اقول يا ريت كل واحد مصري يعدي في الشارع كده ياخد باله ان جوشن دي جزء من مصر. الاسم يعني، لان ارض جاسان اللي هي ايه؟ اللي هي جوشن دي اللي كانوا عايشين فيها شعب اسرائيل ناحيه الشرقيه. والصعيد حتى ليه اسمه في الكتاب المقدس. انا بنتظر شويه كده عشان الواحد يفكر، طب هو كان اسمها ايه؟ اسمها فتروس. فتروس يعني اللي هي ايه؟ الصعيد.
ولما يتكلم على صوعا في أشعياء 19 بس بيقولها كده صعبة يعني. رؤساء صوعا صاروا أغبياء، والصوعا دي اللي هي صان الحجر ناحية القاهر، ونوف وتحفنيس ومجدل، مجدل على الحدود ما بين مصر وفلسطين. دي عينة، لأنه شعب إسرائيل لما خرجوا من أرض مصر لغاية ما دخل أرض الموعد كانت كل أغلب الرحلة فين؟ في سيناء. فوقفوا في محطات، تفتكروا كم محطة اللي وقفوا فيها؟ 42. والعلامة أوريجينوس يقول دي بتمثل رحلتنا من العالم لكنعان السمائي. فأغلب المحطات دي محطات فين؟ في مصر. أغلب المحطات دي محطات في مصر. وفي سفر التثنية يوصي شعب إسرائيل يقول إيه؟ لا تكره مصريا، لا تكره مصريا. والمصري يتقبل في، كان في العهد القديم في جماعة الرب في الجيل إيه؟ الجيل الثالث. ولما يتكلم كده عن الزواج حتى ما بين المصريين وغيرهم، سليمان الملك اتجوز من بنت فرعون، والفراعنة مذكورين كتير في الكتاب المقدس كفراعنة، والبعض منهم يذكر بالاسم. وصورة حتى مصر في الكتاب المقدس كانت غير اللي حاصل دلوقتي. ده لوط لما اختار ان يسكن في سدوم يقول له انها كانت كجنة الله كأرض مصر. ولما يذكر كده في عبرانيين 11 عن موسى النبي يقول انه ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون، فضل ان يذل مع شعبه حاسبا عار المسيح غنى افضل من خزائن مصر. ايام ما كان فيها خزائن. وحتى الحكمة في اعمال 7 يقول تهذب موسى بكل حكمة المصريين. ولما الله أعطى لسليمان الملك حكمة قال فاقت حكمة بني المشرق وحكمة المصريين، يعني مضرب للمثل. بس المصريين برضو الكتاب المقدس ذكر عنهم كل واحد جواه فرعون صغير، لأن نتكلم عن على كبرياء إيه؟ كبرياء مصر. وقال ويل للذين، لما كانوا شعب إسرائيل بدل ما يتكلوا على ربنا كانوا يتكلوا على إيه؟ على مصر. فقال لهم ويل للذين ينزلون إلى مصر إلى المعونة. وإزاي حتى كانت ملجأ؟ فاكرين لما مات سليمان الملك وملك ابنه رحبعام واتقسمت المملكة وملك كمان ايه؟ يربعام. يربعام ده لما خاف من سليمان كان الملجأ بتاعه فين؟ في مصر. وفي واحد تاني يقول عنه هدد الأدومي، برضه ده كان الملجأ بتاعه في مصر.
افتكرت حتى بعد الأحداث لما حصلت الأحداث اللي حصلت في مصر، فيقول لك أوروبا متأثرة لأنه كانوا بيعتمد على مصر في البصل. يقول لأنه شعب إسرائيل برضه لما خرجوا من أرض مصر يقول أنه كانوا بيبصوا لمصر لأنه كان فيها القثاء. القثاء اللي هو القتة، القتة والخيار، القثاء والبطيخ والبصل والكرات والثوم. بس وقت تفتكروا دول بس، ده كتير في الكتاب المقدس. يقول الكتان يذكر في سفر الأمثال، تكلم على الخيل اللي كان ياخدها سليمان الحكيم من أرض مصر. فبتبين أنها بلد خيرات. ده أيام القديس أثناسيوس الرسولي كانت مصر دي هي اللي مصدر القمح للدول في أوروبا. فبتورينا أنه مصر ديت اللي هي أرض الشهداء والكنيسة العريقة اللي انتشرت للعالم. واتضايقوا المسيحيين لسبب أو لآخر، فالله خلاهم ينتشروا فيه في قارات العالم. والشباب كده منزلين على الايفون ايكون كده للكنائس القبطية، فأول ما تنزلها كده تلاقي الأماكن بتاعت الكنائس القبطية في العالم، فتبص تلاقيها نازلة كده على في كل القارات، يقول لك هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقصى. وزي ما حصل أيام الآباء الروس، ربنا كان جاي لهم أنهم يبشروا في العالم كله، تكونوا شهودين شهود ليا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فضلوا يجي 5 سنين 6 سنين نطاقهم اليهودية بس، مش قادرين يخرجوا بره. فالله سمح باستشهاد أول الشهداء القديس استفانوس، ويحصل اضطهاد على المسيحيين في اليهودية، فيعملوا ايه؟ فينتشروا. الذين تشتتوا من جراء الاضطهاد جالوا مبشرين بالكلم. يقول هبت الريح على البزار فتناثرت البزار فأنبتت. فالمصدر في مصر والبركة انتشرت، ولكن ما زال المحبة والانتماء والولاء برضو ايه لمصر ولكل مكان احنا بنعيش فيه، بنطلب له الخير وبنعمل لصالح. والواحد بيبقى فرحان لما يسمع عن أقباط ربنا بيستخدمهم مش لخير مصر بس، لخير البشرية كلها. ونتمنى ان الله يعطي السلام والهدوء والطمأنينة مش لأرض مصر بس، للعالم اجمع، ويستفيدوا مصر، تستفيد مصر من اولادها اللي موجودين في كافة الاوطان، لان دول ثروة وبركة. خسارة انهم ما يستفيدوش بيهم، وكلهم بيساعدوا وبيخدموا وبيتعبوا وعندهم الاستعداد يدوا اكتر واكتر. الله قادر يحمي ارضنا الحبيبة، يحفظ سلام كنيسته وشعبه، وينور القلوب والبصائر
عشان يعرفوا ويدركوا والأمور تصير للأفضل. ربنا يبارك حياتنا جميعا، لإلهنا كل مجد أم لا بد أمين.